ونعيش معكم ليلة استثنائية بهية دائمة للجمهور المغربي والطنجوي الحاضر معنا اليوم. تصفيقات هذا على حدود المغربي. رحبوا معي جميعا بمجموعة أو جمعية رياض الطرب بقيادة الفنان وأشهر رواد الطرب الأندلسي سعيد بالقادم. تحية للفنان الطنجاوي مؤسسة طنجة الكبرى ودائما في حضرة الجمال وفي حضرة رياض الطرب الأندلسي بقيادة سعيد القاضي. كانت السباقة لنشر هذا الذوق الفني في الناشئة. جد سعيد بالحضور في هذه التظاهرات الرمضانية التي قامت بها مؤسسة طنجة الكبرى اللي كيشرف عليها مجموعة من الغيورين على هذه المدينة مدينة طنجة. وهذا الحفل هذا هو حفل راقي جدا. تبارك الله شفنا أن الجمهور حج بكثافة، كل شيء موحش في الموسيقى الأندلسية في السمع الصوفي، كل ما هو موروث ثقافي مغربي. فإن شاء الله غادي نقضيوا أوقات رائعة إن شاء الله مع هاد الناس هذا. وفي الحقيقة هي صلة الرحم مع هاد الناس اللي كنشوفوهم في هاد الحفلات الموسمية، وهذه إحدى تلك الحفلات. وإن شاء الله كنتمنى من الله التوفيق لهاد المؤسسات التي يعني تشغل هاد الموروث ويعني وتؤتت له. ما ليلة القدر المعظم شانها إلا إذا قرنت بكم أوقاتي. ما ليلة القدر المعظم شانها إلا إذا قرنت بكم أوقاتي. ما ليلة القدر المعظم شانها إلا إذا قرنت بكم أوقاتي. إلا إذا قرنت بكم أوقاتي.
لحظتكم لحظتكم. ونشهد مقام الإمام ونقول يا رسول الله يا خير الأنام. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. وبكل صراحة أنا بعد أولا مسرور، لأن اللي كتشوف القاعة كتغص واحد مجموعة الساكنة بمدينة طنجة وعائلات طنجاوية عريقة اللي اليوم استمتعت مع سعيد بن القاضي والسي محمد الخلوفي في هذه الأمسية الرائعة اللي كتحمل السماع الصوفي، السماع الصوفي والأندلسي، يعني الموسيقى المغربية الأصيلة. استمتعنا كاملين في هذه الأمسية هذه من إطار برنامج رمضانيات اللي كتنظمو مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والثقافي، ومع المشاركة مع المديرية الجهوية وزارة الشباب تحت إشراف والي الجهة اللي كنشكروه بالمناسبة، كذلك رئيس جهة طنجة تطوان حسيمان اللي كنشكروه على الحضور ديالو، وكذلك واحد مجموعة ديال النواب العمدة اللي رافقونا اليوم ووسائل الإعلام وكل الطنجاوي اللي كانوا ملتحمين اليوم الحمد لله. ونضربوا لكم موعد والجماهير كاملين نهار 21 رمضان مع الحفل الاختتامي بكماخ مع قيدوم موسيقى الأندلسية السي محمد العروسي، وإن شاء الله يكون فيه فقرات متنوعة وغيغريكم بالمتابعة كذلك، وغتكون فيه مفاجآت كثيرة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.